الحياة صعبة في بعض الأحيان، ويقرر الناس أو يجبرون على ترك بيوتهم بحثاً عن حياة أفضل. تهريب الناس جريمة، إن عبور الحدود الدولية دون الوثائق القانونية الضرورية أمر غير شرعي. أعرض نفسك على الحدود وأطلب الحماية الدولية. التطلعات والأحلام بحياة أفضل لا تحقق دائما. تساعد المنظمة الدولية للهجرة على عودة المهاجرين إلى الوطن إذا كانوا يريدون. يمكن للمهاجرين أن يقرروا في أي لحظة وحتى الصعود إلى الطائرة على إنهاء إجراءات العودة الطوعية. تقدم المنظمة الدولية للهجرة مساعدة إعادة الاندماج للمهاجرين الأكثر ضعفاً الذين عادوا إلى وطنهم. الهجرة لصالح الجميع. إذا أردت أن تحصل على مزيد من المعلومات عن الاحتمالات للعودة الطوعية يمكنك الاتصال